تشكل ليلة 27 من شهر رمضان موعدا سنويا للعديد من الأسر للاحتفاء بأطفالهم، وتنظم في عدة فضاءات احتفالات خاصة لهؤلاء الأطفال، ويظهر الصغار وهم يطوفون شوارع المدينة بلباسهم التقليدي ويرسخون هذا اليوم بالتقاط بعض الصور. كنتمنى إن شاء الله هذه المناسبة 27 كل عام ترجعوا سميتو جميع المسلمين، وكنا التقاليد ديالنا وخلينا لحفادنا وحفاد فادنا ان شاء الله، ونتمنى الفرحه لوليداتنا كاملين، ومبروك عويشه لجميع المسلمين علينا وعلى جميع المسلمين. يحيى الملك ديالنا. بهذه المناسبه ديال ليله القدر وهي مناسبه تقليديه، انا فرحانه بزاف وانا جيت لهنا وجابوني والديا باش نتصور ونلعب، وكيعجبوني بحال هذه الاجواء، وكنتمنى دائما الاسره تجمع وعواشركم مبروكه. على نغمات مختلفه طارت للطرب الاندلسي واخرى للشعبي، تتهافت بعض الطفلات لتحقيق الصعود الى المنصه، حيث يوجد الفراش الخاص بالبرزه ويصبحن عرائس لليله واحده وسط افراد عائلتهن واقاربهن، حيث ان الفرحه تشع في اعينهن الصغيره. زوين، عجبني هذا النهار بزاف، فيه الموسيقى فيه النشاط وفيه بزاف الحوايج زوينه. اطفال يخرجون من عالمهم ليله 27 من رمضان التي قد تستمر اياما اخرى لعيش تفاصيل عرس مغربي في الشارع العام وامام الماره، قبل ان تختفي تلك الاجواء مباشره بعد حلول عيد الفطر وتعود الى طبيعتها، ويحتفظ هؤلاء الصغار بصورهم التذكاريه.